قناة وصفحة. بكل سرور تقدم لكم هذا الشرح. مساء الخير لكل المكوين والمكبات في كل مكان، اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما. النهارده معانا مع المحاضره الاولى من المستوى الثاني لكورسنا كورس الجيتار الجبار. ان شاء الله في المستوى ده زي ما وعدنا حضراتكم هنتكلم عن الهارمونيات والكوردات والايقاعات بشكل يعني للمبتدئين وكده يعني. ولكن قبل ما ابدا كلامي في رساله حابب اوجهها وشايف ان واجب عليا ان انا اوجهها. وعارف ان في نوعين من الناس عفوا اللي بيسمعوني، او النوع هيتقبل الرساله دي بالترحاب وهيقدر كل حاجه فيها، وخصوصا اللي بيحبوا الشخص اللي انا هتكلم عنه. وفي نوع تاني من الناس هيشوف الرساله دي غير هامه وكده. فرسالتي لحضراتكم او النوع اللي هو شايف ان الرساله غير هامه او الى اخره، فاول حاجه عايز اقولها خلاص الحاج شايف ان الرساله مش مهمه، عدي الجزء ده واسمع المحاضره من اولها. وبعدين حاجه كمان برضو، انا مش لاقي وقتي عشان اقول رسائل يعتقدها البعض ان هي مش هامه او كده يعني. بحمد الله ان في ناس كتير جدا تشهد لي بضيق وقتي، وان انا يعني ايام كتير جدا ما بنامش غير ساعتين او ثلاث ساعات، ومع ذلك ببقى حريص ان انا اقدم اي حاجه من وقت للتاني على سبيل الترفيه وعلى سبيل توصيل اي حاجه للاخرين ايا كانت يعني. رسالتي هي كالتالي، انا حابب ان انعي استاذ علاء علي رحمه الله عليه. استاذ علاء علي كان المدرب بتاعي لفتره طويله من الزمن، واعرفه كمان من فتره طويله ايضا. استاذ علاء علي رحمه الله عليه، انا يعني حوالي اسبوع 10 ايام يعني سمعت او جاني خبر وفاته. طبعا كان خبر صادم جدا بالنسبه لي، اللهم لا اعتراض، ولكن كان خبر حزين جدا جدا جدا، وحزنت قوي من الخبر ده، واستوقفني قوي يعني، استوقفني يعني، قعدت افكر كتير قوي في حاجات وامور ف يعني بصراحه. استاذ علاء علي انا شايف واظن ان في ناس كتير جدا هتؤيدني ان الراجل ده ما خدش حقه لا في حياته ولا حتى بعد وفاته، للاسف الشديد جدا. حتى بعد وفاته بدل ما الناس كلها تترحم عليه، بالعكس في ناس عماله تسيء اليه، واظن شفنا المنشورات اللي بتتكلم عن استاذ علاء علي، فيها اللي عاملين نفسهم مصلحين اجتماعيين، فيها اللي عاملين يسيئوا للآخرين، فيها وفيها وفيها. فقعدت يعني أتأمل الموضوع كده، ولكن حزنت بصراحة من المنشورات دي. وحضني كان الأكتر إن الشخصية دي أستاذ علاء علي ما ياخدش حقه حتى بعد وفاته، يعني دي حاجة بتبقى صعبة قوي. أستاذ علاء علي مش بس إنه كان شخص يعني متواضع جدا، ومش بس كان شخص خدوم، كان بيخدم المكوفين بدون مقابل، بدون اي مقابل، تمام. ونحط 2000 خط تحت كلمة بدون اي مقابل، لان يؤسفني ان في اكتر من 90% من مشاهير المكوفين او من اللي هم متصدرين المشهد زي ما بيقولوا، او مشاهير المكوفين ايا كان المسمى، 90% منهم ما بيتحركوش خطوة واحدة غير بفلوس للأسف الشديد، ومع ذلك عندهم قدر كبير جدا من النفوذ والشهرة، وهم بيبنوا على ده. طبعا سعرهم بيزيد كل ما كان ليهم يعني أتباع كتير، وكل ما كان ليهم ناس بتتابعهم، وكل ما كان ليهم طبعا سعرهم بيزيد فأي حاجة بيعملوها. فهم دول اللي بياخدوا حقهم، وهم دول الناس بتتكلم عنهم. ولكن شخصية أستاذ علاء علي اللي زيه للأسف ما حدش بيتكلم عنه، ولو حد اتكلم عنه يا إما بيسيء إليه يا إما بيترحم عليه. أستاذ علاء علي كان شخص صادق جدا مع نفسه ومع الآخرين، كان شخص صادق جدا مع نفسه ومع الآخرين، ما كانش بيستغلهم. عمري ما شفت أستاذ علاء علي بيستغل قضية المكوفين، عمري. واللي عنده دليل يتفضل يقدمه. الشخص ده عمره ما استغل قضية المكوفين، عمره ما استغل أي كفيفة أو أي كفيفة. مش زي دلوقتي 90% من متصدرين المشهد اللي عاملين يستغلوا قضية المكوفين و من الآخر. حقيقي إحنا ماشيين بالمتشقلب، إحنا في مصر ماشيين بالمتشقلب. الاشخاص اللي يستحقوا التقدير ما بنعبرهمش، والاشخاص اللي بيستغلونا وبيتاجروا بقضيتنا يعني اللي بيبقوا ده الفل، بيبقوا ده الفل وبيعملوا مبالغ طائله وحاجات ده الفل. وهثبت كلامي ده برضه عشان حد يقول انت بتتكلم خلاص، لا اجيلك في الكلام، ما تقلقش ما تقلقش، جايلك في الكلام.
فطلع علي كان شخص صادق جدا، وده من الناس القليلين جدا اللي شفتهم في حياتي صادقين في مصر، ودي حاجة أنا أشهد بيها. ده شخص من الناس القليلة قوي اللي صادق مع نفسه ومع الآخرين. كان كمان مثال للتوازن النفسي، طلع عليه كان مثال للتوازن النفسي، كان شخص متزن نفسيا جدا، تمام. ودي حاجة مش منتشرة عندنا في وسط المكروبين للأسف الشديد، كلنا عندنا مشاكل نفسية، تمام. لكن أستاذ علاء علي حقيقي من الناس القليلين جدا اللي كان عنده اتزان نفسي، إلى جانب إنه كان شخص مكافح. حد يعرف إن أستاذ علاء علي كان بيسافر من محافظة لمحافظة أخرى عشان شغل، تمام، عشان شغله؟ حد يعرف حاجة زي كده؟ حد يعرف إن أستاذ علاء علي شاف الكثير والكثير من الصعوبات؟ محدش يعرف أي حاجة من الكلام ده. طيب، هل تعرف إن أستاذ علاء علي كان من ضمن أهم أسبابه هي تحويل البرامج اللي مش أكسسبل إن هي تكون أكسسبل بشتى الطرق، وخاصة برامج الشغل عشان إيجاد فرص عمل للمكوفين؟ حد يعرف الكلام ده؟ حد يعرف إن هو كان يعني هدفه الأساسي أو شغلته الأساسية في الحياة إن هو يخلي المكوفين يشتغلوا، إن هو يعني يحول البرامج اللي مش أكسسبل اللي بتستخدم في الشغل إن هي تكون أكسسبل؟ حد يعرف الكلام ده؟ لدرجة إنه مش بس كان بيستخدم أدوات زي الهوست بوك كليكر وحاجات وحيل وحاجات كتير من النوع ده، لأ، ده كان بيتواصل مع مطورين البرامج دي عشان يعني يخلوها اكسسبل بالمكوفين عشان يشتغلوا. فحقيقي مش ناس كتير جدا هي اللي بتعمل المواضيع دي، تمام. طيب، حد يعرف ان طلال علي كان بيعمل دراسات عليا؟ كنت بتكلم معاه رحمه الله عليه من شهر ونص، يمكن اكتر يمكن اقل في الوقت، شهر ونص تقريبا، وكان بيقول ان هو بيعمل دراسات عليا. حد يعرف الكلام ده او حد يعرف حاجه زي كده؟ حد يعرف ان طلال علي كان مدرس انجليزي ماهر جدا؟ حد يعرف الكلام ده كله؟ حد يعرف ان هو كان عنده خبرات قوية جدا في مجال توظيف المكوفين وخصوصا في الكول سنتر؟ حد يعرف الكلام ده؟ محدش يعرف اي حاجة. للأسف الشديد بيحزنني ان انا اشوف ان الناس حاطة استاذ علاء علي في فريم او في اطار ان هو الشخص اللي عامل 10 15 شرح على اليوتيوب وبس على كده. لا يا جماعة، استاذ علاء علي مش كده ابدا. استاذ علاء علي ده لو كان راجل مقيم بره مصر كان اتعمل له تمثال، كان اتعمل له تمثال بدون اي مبالغات. لكن عندنا لا، ما بنقدرش الناس دي، احنا بنقدر الناس اللي بتنصب علينا، الناس اللي بتعرف تضحك علينا، الناس اللي بتعرف تقول كلام كويس، الناس اللي بتعرف تسوق نفسها، هو ده اللي احنا بنقدره وهو ده اللي احنا بنقدمه. طيب، حد يسألني يقول لي ايه دليلك ان 90% من المكوفين او مشاهير المكوفين عشان اكون اكثر وضوحا بيستغلوا قضية المكوفين لمصلحتهم الشخصية؟ هقول لك، تخيل معايا لو كان يعني مشاهير المكوفين قلبهم فعلا على المكوفين، كان ده هيكون حال المكوفين؟ سؤال مهم جدا. سؤال تاني، هل انت شايف ان مشاهير المكوفين عايشين نفس عيشة المكوفين البسيطة ولا حياتهم زي الفل؟ سؤال تسأله لنفسك. سؤال تالت، لما تيجي تمدح في اي حد بيعمل كورس كمبيوتر او كورس في اي حاجة تانية، لازم تسأل نفسك سؤال، هو بياخد فلوس على ده ولا لا؟ فطالما شخص بياخد فلوس على حاجة، لان انت لو دورت هتلاقي ناس كتير جدا عاملة كورسات بفلوس، بفلوس مش ببلاش. فطالما الناس عاملة كورسات بفلوس ده شغلها، فبتمدحهم بهذا القدر ليه؟ وطالما ده شغله يبقى من الطبيعي ان هو يقدم شغله على اجمل وجه. ده الطبيعي يعني، ده ما فيهوش حاجة غريبة يعني، ده ما فيهوش حاجة، ده الطبيعي ان واحد بياخد اجر يأدي شغله باجمل وجه، ده الطبيعي. انما اللي مش طبيعي حد ده يقعد علاء علي بيسخر كل ما في وسعه كإنسان عشان يفيد الآخرين، مش مستني فلوس من حد. فهو ده اللي المفروض احنا ندور نسأل، هل الشخص يعني بياخد فلوس كتير جدا ورا الموضوع ده وبيتباهى انه بيقدم حاجات للمكوفين؟ في ناس كتير جدا كده يعني، الواحد لو دور ورا مشاهير المكوفين دول هيلاقي بلاوي سودا، بلاوي سودا. عشان كده وضع المكوفين في النازل، في النازل ببساطة يعني، تمام. فهي دي مشكلتنا كمكوفين، ما بنقدرش الناس اللي تستحق، ومتصدرنا ناس هدفهم ومصلحتهم الشخصية، ولو دورت هتلاقي ناس كل واحد بيقدم حاجة بياخد قصادها فلوس قد كده. فمعلش بقى، ما نقعدش نتكلم وخلاص يعني. لما أنا أمدح بحد، أمدح بحد بيقدم حاجة ببلاش أو بفلوس، بس يكون صريح مع نفسه ومع الناس إن هو بياخد فلوس من الحاجة دي. ما يطلعوش بقى يضحكوا علينا ويقولوا لنا إحنا بنقدم لكم حاجات، وإحنا هم واخدين فلوس قد كده. خلاص، ما أنت واخد أجرك، أنت بتتكلم ليه؟ أنت واخد أجرك، ده طبيعي إن أنت تقدم حاجة على أجمل وجه لأن أنت واخد فلوس، ده شغلك، أنت عاملها جميلة ليه؟ في المكوفين ايا كان، 90% من الناس بهذا الشكل وبهذه الشكل. ما عنديش مشكله والله ان حد يشتغل عشان حد يقول انت معقد لا ما عنديش مشكله ان حد يشتغل، بس يكون صريح مع نفسه ومع الاخرين
يقول يا جماعة والله أنا بقدم الكورس الفلاني في الكمبيوتر وباخد فلوس عادي، ده شغلي ما فيهاش حاجة. عشان بعد كده في مكوفين للأسف ما بيبقوش فاهمين ده، في ناس فاكرة إن النادي متطوعة، لكن في فرق بين المتطوع وبين اللي بيدي حاجة بمقابل مادي ومقابل مادي بهيض، وكلما زادت شعبيته كلما زاد ثمنه. عشان كده الناس بتركز على الشعبية، كل ما كانت شعبيته كبيرة كل ما كان ثمنه بيزيد، تمام؟ وكل ما كانت شعبيته كبيرة كل ما كان بيتميز على الآخرين، يقول لك أنا عندي شعبية فأتميز على غيري. ده الصراع اللي بين 90% كل واحد بيشوف فيهم إزاي يقدر يجمع شعبية. لكن أستاذ علاء علي كان بره الإطار ده تماما، كان راجل بيقدم حاجة منتهى الصدق والإخلاص ومحدش يتكلم عنه. مين يتكلم عنه يا جماعة؟ يعني بيتكلموا عنه كشخص كفيف فقدناه، لكن أنا بتكلم عنه كأستاذي، وشخصية ما تتعوضش، شخصية ما تتعوضش أبدا، شخصية أثرت فيا جدا وعمري ما هنساها الشخصية دي. على فكرة أنا عدى سنين وسنين على فترة تدريبي أو فترة الأستاذ علاء علي ضربني فيها يعني، ومع ذلك عمري ما نسيته، ومع ذلك عمري ما نسيته، وهو عايش ولا عمري هنساه بعد وفاته. عمري ما هنساه، مش هيكون شخص في حياتي وعدى، بالعكس بالعكس عمري ما هنساه أبدا، هفضل أفتكره وهفتكر المواقف اللي كان يعني بشوفها معاه والأيام الجميلة، عمري ما هنسى ده أبدا. عمري ما هنسى إن هو اللي علمني الهوست بوك ليكر، رغم إن أنا كنت تلميذه، فكان ممكن جدا يقول لك آه لا يا عم ده التلميذ المفروض ما يبقاش أفضل من مدرسه، ده كلام فارغ، الراجل ما عملش كده، الراجل التاني كل حاجة في وسعه، كل حاجة ادهاني، مفيش حاجة أبدا سألته عليها وما قالهاليش، مفيش أي حاجة. ده شخص مثال للاحترام والتقدير، ربنا يرحمه يا رب. احنا فقدنا شخص ما يتعوضش حقيقي، فقدنا شخص ما يتعوضش. وعايز اقول حاجة برضو معلش، ان مش معنى كلام الناس على شخص ان الناس تسيء لشخص بعد وفاته بالضرورة ان دي يعني تكون حقيقة، وكمان مش هتقلل من قدر شخص ولا هتزود من قدره. ليه؟ لان ببساطة مطلقة التاريخ وكلام الناس اللي هو يعتبر جزء بسيط من التاريخ، كلام الناس العادية أقصد يعني، كلاهما قائم على الأهواء الشخصية والآراء الشخصية، فبالتالي مفيش حاجة بتبقى صح بنسبة 100% من الكلام ده اللي بيتقال، تمام؟ مفيش كلام صح في التاريخ، لأن أنت التاريخ ممكن تلاقي ناس بتنقد حاجة معينة وناس بتمدح في حاجة تانية، أو تلاقي شخص في بعض الكتب تم ذكره على إنه بطل وفي بعض الكتب الأخرى تم ذكره على إنه نصاب، ده في التاريخ بشكل عام، فما بالك بقى بكلام الناس العادي البسيط. فمش معنى ان كلام الناس على حد بيسيء اليه بعد وفاته او حتى في حياته معناها ان هو بالضروره هو كده، بالعكس دي حاجه ما تقللش من قدر الشخص ولا تزود من قدره، مش هتقلل ولا هتزود. اللي باقي له هو اللي عمله في نفوس الناس اللي هو اتعامل معاها، هو ده اللي باقي له قدامه، قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام الناس بينهم وبين نفسهم، هو ده اللي باقي له بس، مفيش حاجه تانية يعني. لا كلام الناس هتفرق ولا بياكله عيش من الاخر يعني، كلام لا بيؤدي ولا بيجيب زي ما بيقولوا. طيب هنا هاجي اتكلم عن نفسي في نقطه وهرجع تاني لموضوع العلاقة عليه، بس حابب اتكلم عن نفسي في جزئية بسيطة. انا زمان كنت بسأل سؤال كتير جدا، انت عندك استعداد تشتغل في مصر مع المكوفين؟ كنت بقول لهم اه عندي استعداد، كانوا بيقولوا على طول انت منافق. ليه؟ ليه الاتهام الشنيع ده؟ لان ببساطة مطلقة بيقولوا لي ان في دول كتير اكتر من مصر اقتصاديا وناس كتير جدا تتمنى ان هي تشتغل فيها. قلت لهم مفيش مشكلة من ده يعني، ماشي مفيش مشكلة، بس ايه المانع برضو ان انا اشتغل في مصر عادي، مفيش مشكلة. طبعا دي حاجات حاتب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى، ان انا كان عندي النيه الكامله لده سابقا ان انا الاقي شغلانه حتى لو بمبلغ بسيط. طب يعني انا على طول ظروفي صعبه وعادي متاقلم وده الفل، المشكله يعني ما كانش عندي مشكله بده، تمام؟ الوضع مش جديد بالنسبه لي يعني، ظروفي صعبه فعادي، لكن الحاجه يعني قلت مهما كانت ظروفي صعبه ما عنديش مشكله في ايا كان الراتب. انما بعد انا انقطعت طبعا في التعامل مع المكوفين لفتره، المكوفين المصريين لفتره كانت بدايه سفري ودراستي فترة مش قليلة، وبعدين رجعت تاني احتك بيهم بعد ما قررت ان انا امارس هوايتي من جديد بتاعت هندسة الصوت والمزيكا والكلام ده. فللأسف دلوقتي غيرت رأيي تماما، دلوقتي انا لو هيتعرض عليا ملايين الدولارات او مئات الالاف من الدولارات عشان مبقاش ببالغ، او الافات الدولارات شهريا ايا كان عشان اشتغل مع معقوفين مصر، انا مش هشتغل. ليه؟ عشان انا متكبر ومغرور وشخص شايف نفسي وشخص مناخيري في السماء وشخص بمشي على ترتيب صوابع كده، لا خالص. المكفين في مصر وضعهم صعب قوي 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 قوي، هقول لكم المشكله فين كمان شويه من وجهه نظر المتواضع طبعا، تمام؟ فوضع المكفين صعب، وضعهم مش احسن حاجه، اللي يقول غير كده ده بصراحه يبقى كذاب. وضع المكفين صعب يعني، مش هحطهم في مقارنه مع مكفين اخرين، ان هم اصلا مش محتاجين مقارنه، وضعهم صعب، مين ينكر حاجه زي كده؟
طيب الحاجة التانية إنه دايما بحمد الله أنا دايما بشوف إن ناس كتير جدا بتفقد أو يعني بتتوفاها الله أو بتفقد ناس عديدة عليها في سن مش كبير، يعني في سن شباب أو كده. فبحمد الله أنا دايما شايف إنه من أفضل الشخص، أكتر حاجة شخص يعملها إنه لا يدعي الكمال ولا يدعي إنه ما بيغلطش، بالعكس إن هو يعني يبقى فاهم ده ومقتنع إن هو شخص خطاء، فالبشر خطاؤون ولكن خير الخطاؤون هم التائبون. مش فاكر النص بالظبط بس هو معناها كده، انه الادعاء بالكمال دي مصيبه، ومشاهير من المكفوفين بيدعوا الكمال وبيدعوا ان هم ما بيغلطوش وبيدعوا ان هم شخصيات. طبعا مع الثقافه بتاعتنا بتاعت مصر يمشي معانا الكلام ده زي الفل، يمشي ده الحلاوه، احنا ناس بتأله الاخرين، يمشي معانا الكلام ده زي الفل، كلام يعجبنا قوي. لكن الحقيقه ان البشر خطاؤون، لو حد عنده راي غير كده يتفضل يقوله، ولكن كلنا بنغلط. ولكن الفرق بقى بين واحد بيغلط واحد لا، ان اللي فاهم عيوبه فين وبيتوب ليها وبيشتغل عليها هو ده يفرق عن التاني، عن المبسوط بنفسه كده. ده في اعتقادي الشخصي وطبقا للنص والنصوص الدينية، اعتقادي ان ده اللي يفرق شخص عن شخص اخر. بس طيب نيجي هنا لحل المكفوفين في اعتقادي الشخصي. هل كل المكفوفين بيأذوا المشاهير؟ هل المشكلة الاقتصادية هي المشكلة الوحيدة عندنا؟ هل في اختلاف بين المكفوفين في مصر وبقية الدول؟ يعني هل الثقافة والوعي بيلعبوا دور كبير في وضع المكفوفين؟ أسئلة كتير جدا طبعا تحتاج الإجابة عليها ساعات بل مئات الساعات من التحليل والنقد والآراء الشخصية والآراء العامة، ولكن أنا هجاوب على الموضوع بشكل بسيط جدا. أنا شايف إن مش المكفوفين كلهم بيأيدوا المشاهير، ده رأيي الشخصي. في تلات أقسام من المكفوفين. أول قسم دول الأغلبية للأسف أو نسبة كبيرة جدا ماشيين بعاطفتهم، ماشيين بعاطفتهم تمام، زي ما بيقولوا كده الشعب المصري شعب عاطفي برأي. ده رأيي بيتقال، أو ده حاجة الله أعلم بقى مدى يعني صحة ده أو صدق ده، بس بيتقال إن الشعب عاطفي طبعا، فكلمة توديه وكلمة تجيبه، فبالتالي دول بيكونوا أفضل نوعية يتبني عليهم الشهرة أو يتم استغلالهم ببساطة مطلقة. ما بيبقوش عارفين الفرق بين المستغل وبين الشخص اللي بيقدم لهم حاجة، بل العكس ده ممكن يعكسه، إن هو الشخص اللي بيتكلم كويس هو مقياسه مش أنت بتقدم إيه للمكفوفين، هو مقياسه ان الشخص بيتكلم كويس او لا، بس مش مهم بقى عنده مستغل مش مستغل ملوش دعوه. اما بقى صادق معاه لا ما بيعرفش يتكلم كويس فصادق لا ما عندناش دعوه بيه. فده اول قسم من المكفوفين. تاني قسم من المكفوفين فاهمين وبيعرفوا يميزوا قوي بين المستغلين وبين العاديين، بيعرفوا او الناس الصادقه بيعرفوا يميزوا ده، ولكن بيجاروا المواضيع عشان مصلحتهم الشخصيه، عشان مصلحه شخصيه، وعشان هم عارفين ان هم مش هيقدروا يقفوا قدام القسم الاول من المكفوفين اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ومش هيقدروا يقفوا قدام المستغلين نفسهم، مش هيخلوا من الجحيم اللي هيتفتح عليهم، وبالتالي بيبداوا يشوفوا ايه الافضل حال ان هم يستغلوا ده بصالحهم برضه. فده نوع تاني من المكفوفين، ده اقل شويه من النوع الاول. والنوع التالت بقى اللي هو اقلهم، ده اللي هو فاهم ومش عايز مصلحه ولا عايز حاجه بس مش قادر يعمل حاجه، هيعمل ايه؟ في مكفوفين عارفين ولكن ما بيعملوش حاجه، هيعملوا ايه؟ في ايه في ايديهم يعملوه؟ دول موجودين برضه، دول موجودين. فمش كل المكفوفين بيأيدوا وخلاص، لا، في ناس عندها وعي، في ناس عندها ثقافه كتير مش قليلين، بس مقارنه بالاخرين قليلين، يعني هم في الطبيعي مش قليلين، ولكن لو قارناهم بالفئات التانية لا عددهم بيبقى اقلهم طبعا. طيب النوع او الحاجه التانية، المشكله التانية، النوع التاني من المشاكل او مشكله تانية، هل هي مشكله اقتصاديه بس للمكفوفين في مصر؟ اقول لك على حاجه عشان اثبت لك الموضوع ده، ان مش هي المشكله الوحيده، هي مشكله من ضمن المشاكل ولكنها ليست المشكله الوحيده. ليه؟ لسببين. اول سبب ان في دول عربية أو أفريقية أو في أمريكا الجنوبية اقتصادها قريب جدا من اقتصاد مصر، قريب، مش هقول أسوأ ولا أحسن بس قريب من اقتصاد مصر، ومع ذلك وضع المكفوفين فيهم أفضل، وضع المكفوفين فيهم أفضل. فالموضوع ما هوش مشكلة اقتصادية بس. السبب التاني أو الدليل التاني، إن تخيل معايا لو في اي فرصه مثلا اي دوله قالت لك انا هدي مثلا للمكفوفين في مصر 5 مليار دولار مثلا، بفض معاك جدلا يعني، تخيل ال 5 مليار دولار دول هيروحوا فين؟ هل هيروحوا للمكفوفين فعلا؟ هل هيتقسموا بعدل؟ الحقيقه انه لا. واللي يقول غير كده يثبت، اللي يقول غير كده يثبت برضه منطقيا. ال 5 مليار دولار دول هيروحوا فين؟ المبلغ كله ما عدا 10 مليون دولار ولا حاجه، حاجه بسيطه يعني، المبلغ كله هيروح في جيب 90% من المستغلين للمكفوفين، هيروح بنسبه 90% للمشاهير المكفوفين، والباقي هيروح لل 10% بس ببساطه مطلقه.
او لكل المكوفين بما فيهم 10% للصادقين. ببساطه كل واحد يطلع له نص جنيه في الاخر ولا ربع جنيه ولا حاجه. هي المشكله ما هيش مشكله فلوس، لان حتى لو الفلوس تواجدت، حتى المثال من او الغرض من المثال اللي فات ده، ان حتى لو الفلوس تواجدت هتروح فين؟ ده سؤال مهم جدا. يعني فرحتي في فلوس، بس راحت فين الفلوس؟ راحت فين؟ بس يعني ربنا يرحمنا من عنده يعني. اما بقى هرجع تاني لقضية استاذ علاء عليه. بالنسبة لاستاذ علاء عليه، انا مفيش حاجة بيدي اقدر اعملها غير حاجتين طبعا، يعني غير الحاجتين دول انا مش هقدر انساه ابدا في حياتي طول ما انا عايش على قيد الحياة. والحاجة التانية ان انا اتكلمت عنه واديته وقت، طبعا ده لا يكفيه حقه، عشان محدش يقول لك انت، لا لا يكفيه، ده حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة جدا. يعني الوقت اللي انا بعمله في المحاضرة ده حاجة بسيطة جدا، ورغم الناس اللي هتلوم عليا وتقولي ده كورس الجيتار وانت، معلش ده حاجة حق لازم اديه لأستاذي، ده حق عليا وهتحاتب قدام ربنا سبحانه وتعالى ان انا ما اتكلمتش عن الكلام ده، تمام؟ ما حدش هينفعني وقتها يوم ما اتحاسب يعني. فقلت علاء علي انا مش هنساه ابدا، وانا شايف ان انا كده خلاص يعني قلت جزء بسيط جدا من يعني من يعني اللي عايز اقوله، لان طبعا حاجه كتير جدا لو اتكلمت فيها مش هنخلص ولا هتكفي مئات الساعات عن الشخصيه المحترمه دي. وعندي حاجتين بس هقدر اعملهم. اول حاجه ان انا ادعي له طبعا، ربنا يرحمه يا رب، وربنا يغفر له يا رب، وربنا يسكنه الجنه ويجعل قبره رودا من رياض الجنه يا رب، امين. ويصبر اهله ويعني اطفاله واولاده يحققوا اللي هو كان نفسه يحققه، وياخدوا دكتوراه ويكونوا يعني من خيره الشباب دايما يعني، ويكونوا فخر يعني، فخر للناس كلها وفخر يعني لاسم، او يرفعوا اسم والدهم زي ما بيقولوا يعني. استاذ علاء عليه رحمه الله عليه. وبدعوا الناس او بطلب من الناس اللي بيتابعنا اللي بيتابعونا، يا ريت يعني يا ريت تدعوا الاستاذ علاء عليه. ارجو من حضراتكم اي حد يسمع المحاضره دي في اي وقت يدعي الاستاذ علاء عليه من فضلكم. يا ريت، ده رجاء وطلب من حضراتكم ان انتوا يعني تدعوا الاستاذ علاء عليه رحمه الله عليه. الحاجة التانية إن أنا بهدي الكورس ده لأستاذ علاء علي، أي نجاح هيجي أو يحققه الكورس أو من ورا الكورس ده، أو أي استفادة بسيطة الكورس ده يحققها، أنا بهديها لأستاذ علاء علي رحمة الله عليه. كده يعني كده تمام، كده النقطة دي خلاص أنا كده خلصتها. نيجي للموضوع بتاعنا، ننقل بقى الكورس بتاعنا. الكورس ببساطة هو يعني زي ما احنا قلنا إن هو خاص بالكوردات والهارمونيات و الايقاعات. طيب اول حاجه عايزين نقولها، في مشروع انا كنت شغال عليه تقريبا الحمد لله بقالي شهر ونص او شهرين تقريبا، بس طبعا مش شغال فيه كل يوم يعني عشان ظروف امتحانات والدنيا، واستعنت بناس خبراء موسيقيين عشان لوحدي مش قادر اعمله بالشكل ده، وطبعا استعنت بكذا حد لسبب موضوع ضيق الوقت ليهم، الموضوع كبير شويه وهيكون باذن الله مفيد للمبتدئين والمحترفين وللمكوفين ولغيرهم. ليه؟ ان الموضوع ببساطه انه يعني انا مش عايز احرق المفاجاه، احنا هنتكلم عنها يمكن في المحاضره اللي جايه او اللي بعدها لما الموضوع يجي وقته، يعني انا شايل الموضوع ده لجزئيه معينه هنشرحها في الكورس، وهنقول بقى المشروع بتاعنا كان ايه فكرته بالظبط. ولكن عموما يعني هي من الاخر هي حاجات تفيد الاثنين يعني، حتى هتفيد بس هي في الاساس للمبتدئين، في الاساس للمبتدئين، ولكن لا يمنع ان برضه بعض المحترفين ممكن يستخدموها. هقول ليه في وقتها. طيب المشروع اسمه ميوزيكانو، المشروع اسمه ميوزيكانو، هيبقى خاص بالناس كلها مش بس المكوفين، المبتدئين والمحترفين، المكوفين وغيرهم، العرب وغيرهم. فان شاء الله يا رب، لان الموسيقى دي لغه عامه، ما هيش لغه خاصه بالعرب او بالمصريين او بالامريكان، دي لغه عامه بيفهمها اي حد وبيقدرها اي حد، لغه مشتركه بين كل الثقافات وبين كل الشعوب. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن الكوردات. اولا ايه هي الكوردات؟ الكوردات هي تناغم بين مجموعه من النغمات، تناغم بين مجموعة من النغمات أو تآلف بين مجموعة من النغمات أيا كان المسمى، في بينهم بيبقى هارموني. طيب دلوقتي أنا هفتح البيرشول بيانو عشان أنا هلعب النهاردة، وعايز تركيز عالي أوي 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 النهاردة. أنا هحاول إن أنا مقولش معلومات كتير لأن يهمني الأساس بتاعي اللي هبني عليه بعد كده، بس خلي بالكوا عشان بعد كده يعني الدنيا تبدأ يعني تبقى أسرع معايا، الدنيا بعد كده تبقى أسرع، فعشان ما تتوهش مني المحاضرة دي لازم تفهمها كويس أوي أوي أوي، وأنا يعني مش هقول فيها معلومات كتير بقدر الإمكان. هقول لك بس ست كوردات فيهم النهارده، 3 ميجر و3 ماينر، هنشوف ده ان شاء الله. كان ممكن اعمل اكتر من كده بس عشان مش عايز ان احنا نتلخبط ونتوه من بعض. وطبعا لازم تكون اتمعت للمستوى الاول بشكل جيد جدا، لان انت لو مش حافظ السلالم او مش عارفهم هتتوه مني برضه،
هتهمني جدا، لان الكوردات مبنيه على سلالم، مبنيه على حفظك للسلالم وفهمك للسلالم وابعادها، مبنيه على ده. فلو البنى نفسه يعني الاساس بتاعه مش مظبوط مش هنعرف نكمل بعد كده. طيب النغمات، بص يا سيدي، هسمعك ده مثلا، ده كورد ممكن العبه كده يعني، ممكن العبه مع بعض، ممكن العبه كده. ده كورد ممكن العبه كده، ممكن العبه كريتم. ده كورت. هل انت بودنك بشكل كده يعني افتراضي، هل شايف ان ده ازعج ودنك، عمل لك اي مشكله في ودنك اهو؟ لا، لانه كورت يعني متجانس مع بعضه، في بينهم تقال وفي بينهم هارموني، فما يبقى حاجه ممتازه جدا، ما فيهوش اي نشاز، ما فيهوش اي مشكله. لكن اسمع ده بقى، اسمع ده معايا، او ده حاجة ما يعني غريبة، ما فيش حاجة ماشية مع بعض، مع نفسها يعني، أو مع التانية. في حاجة كمان البيرش والبيانو ما بيلعبهاش. المهم يعني لما بتكون بتلعب كده نغمة مع بعض، المهم هو ده الفكرة، إن أنت بتلعب مجموعة من النغمات، بس مش أي نغمات وخلاص، إن أي نغمات خلاص هتعملي نشاز أو مش هتبقى ماشية مع السلم بتاعي. فهنا يبقى احنا فهمنا اول حاجه يعني ايه كورد، او ان في تقارب بين مجموعه من النغمات، فهمناها كشكل عام. طب نجيبها ازاي بقى؟ نجيبها ازاي؟ اول حاجه هنا بقى نركز، هنا نركز قوي. انا عندي جذع او جذر الشجره، جذر الشجره بتاع الكوردات. الجذر ده اللي هو السلم، اللي هو السلم الاساسي بتاعي. لازم اعرف الجذع ده حاجتين، اعرف اذا كان ميجر ولا ماينر، واعرف المفتاح او النغمه بتاعت السلم. حاجتين مهمتين جدا. ده جذر الشجره، خلي بالك من الجذر عشان هيتفرع، وهيتفرع منه تاني هيطلع منه فروع وجواها فروع تانيه، ماشي؟ فاحنا مش عايزين نتلخبط. عارف التري فيو بتاعت الكمبيوتر؟ التري فيو اللي هي جذر وطالع منه فروع وفروع طالع منها فروع، فمش عايزين نتلخبط. انا شايف ان احسن تشبيه هو العرض الشجري، العرض الشجري. فالعرض الشجري اساسه بتاعنا السلم. ايه سلمك، ميجور ولا ماينر؟ والحاجة التانية في الجدر برضو النغمة بتاعته ايه؟ ميجور، ماشي. ايه ميجور؟ ايه اللي ميجور؟ يعني دو ميجور ولا ري ميجور ولا يعني ايه؟ فده كده الجدر. لو انت جبت الحاجتين دول يبقى انت كده جبت جدر الشجرة. دول طبعا بناء على المقطوعة اللي انت بتلعبها او المقطوعة بتاعتك، مش بمزاجك. ما ينفعش يعني حاجة بتتلعب على الدو ميجور تروح تلعب عليها على الدو ماينر، يعني مش بمزاجك، ماشي؟ حسب المقطوعة اللي انت عندك. فكده الجدر بتاعنا احنا هنتعلم اول حاجة الدو ميجور طبعا لانه اسهلهم، فاول سلم هنلعبه هو الدو ميجور. فاحنا كده خلاص جبنا الميجور، قلنا هنلعب ميجور ولا ماينر؟ لا ميجور. طيب المفتاح بتاعه دو ولا ري ولا يدروب ولا دو؟ يبقى انا كده حددت الجدر بتاعي بقى دو ميجور. ده الجدر. خلاص خلصنا كده من الجدر، فهمنا انه بيتكون من حاجتين، النغمه وميجور ولا ماينر، تمام؟ دو ميجور. طيب ده الجدر، طالع منه ثلاث فروع. طالع منه كام فرع يا جماعه؟ ثلاث فروع، ثلاثه افرع. الثلاث فروع دول اللي هم ثلاث كوردات، ايه هم التلات كوردات دول؟ واجيبهم ازاي لاي سلم؟ اقول لك ببساطه مطلقه، في طريقتين، في طريقتين، ماشي؟ ايه هما الطريقتين؟ ايه هما الطريقتين؟ او ممكن يكون في كذا طريقه، بس هو اللي احنا هنقوله طريقتين. الطريقتين، الطريقه الاولى ان انت لازم تكون عارف نغمات السلم، اللي هو ايه؟ الدو ميجور احنا قلنا عليه في الكورس المستوى الاول. الدو ميجور ابعاده ايه؟ او الميجور عموما ابعاده ايه؟ واحد واحد نص، واحد 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 نص. طب تعالوا نجيبه على الدو، من الدو للري ادي واحد، من الري للمي ادي واحد تاني، من المي للفا ادي النص، من الفا لسول واحد، سول لا ادي تاني، لا سي ادي تالت، دو نمشي نص، يبقى كده وصلنا نهاية السلم، بدأنا مكان ما انهينا، يبقى كده مظبوط. من الدو لدو يبقى نغماته دو ري مي فا سول لا سي دو، ده كده نغماته. طيب قال لك التلات كوردات، خلي بالك التلات كوردات لان هيطلع منهم تفريعات تانية، هيطلع من الكوردات نغمات. هركز معايا دلوقتي، احنا في المستوى التاني، احنا جبنا الجدر او المستوى الاول اللي هو جدر، خلاص عرفنا ان هو دو ميجر، طلع منه ثلاث فروع.
ده المستوى التاني اللي هما الكوردات. طب ايه هما الكوردات؟ قال لك في طريقتين. اول طريقة خد النغمة الاولى من السلم يبقى دو ميجر، يبقى انت كده عندك ده سلم الدو ميجر، يبقى طلع منه كورد الدو ميجر، يبقى طلع منه كورد اسمه دو ميجر. خلي بالك عشان نطبقها، في ناس بتطبق بين سلم يقول لك سلم الدو ميجر، لا، في سلم الدو ميجر ده الاساس، طالع منه كورد الدو ميجر، ده كورد طالع من السلم، تمام؟ يبقى اول نغمه ده بناخدها كورد، يبقى اول فرع اسمه كورد الدو ميجر. طب الفرع التاني، الفرع التاني او الكورد التاني، قال لك خد النغمه الرابعه، النغمه الرابعه تعالوا نعد الكلام ده، احنا قلنا دو، ادي واحد ري اتنين مي تلاتة فا أربعة، يبقى فا، يبقى الكورد التاني بتاعك هو النغمة الرابعة في السلم، يبقى فا ميجر، يبقى الكورد التاني بقى فا ميجر. طب الكورد التالت قال لك النغمة الخامسة في السلم، يبقى دو ري مي فا سول، يبقى سول خمسة، يبقى كده سول ميجر. يبقى كده قال لك خد النغمة الأولى والرابعة والخامسة، يبقى دول التلات كوردات بتوعك. يبقى كده النغمة الأولى اللي هي دو يبقى دو ميجر، نغمة أو كورد دو ميجر، النغمة الرابعة اللي هي فا يبقى كده تاني كورد عندك الكورد الفا ميجر، النغمة الخامسة اللي هي سول يبقى أنت كده عندك الكورد التالت اللي هو سول ميجر. يبقى أنا كده عندي تلات كوردات اللي هما دو ميجر فا ميجر سول ميجر، جبتهم منين؟ قلت لك النغمة الأولى والرابعة والخامسة من أي سلم، حتى بالسلم بتاعك. طيب كده كلام جميل، كده كلام جميل، عرفنا أول طريقة فهمناها، بجيب السلم بعرف النغمة الأولى والرابعة والخامسة هما دول التلات كوردات بتوعك. الطريقة التانية بقى، في طريقة تانية قال لك أول نغمة السلم اسمه إيه؟ دو ميجر. دي الطريقة التانية عشان نجيب بيها تلات فروع بتوع الكوردات عشان ما نتوهش من بعض. دي الطريقة التانية، الطريقة الأولى قلنا النغمة الأولى ورابعة وخمسة، دلوقتي الطريقة التانية قال لك إيه؟ أول نغمة خلاص معاك سلم الدو ميجر، يبقى أكيد معاك كورد الدو ميجر، أكيد معاك، موضوع منتهي، النغمة الأولى خلاص. قال لك امشي من الدو اتنين ونص، امشي من الدو اتنين ونص، امشي من الدو للري أدي واحد، للري للمي أدي اتنين، والنص اللي هو الفا، يبقى مظبوط. يبقى مشينا اتنين ونص من الدو اداني الفا، همشي ضربتين كاملين ونص اداني الفا، همشي واحد بقى من الفا اداني صول. يبقى في طريقتين، اول طريقه ان اجيب النغمه الاولى والرابعه والخامسه من نغمات السلم بتاعي، او ان انا من اول نغمه امشي اتنين ونص هجيب لي الكورد التاني، همشي درجه او نغمه كامله او درجه كامله يعني هيجيب لي الكورد التالت. هي هي كل الطرق تؤدي الى روما، نفس الفكره، اما الطريقه الاولى او الطريقه الثانيه، دايما يحلو لك زي ما يحلو لك. تاني هنراجع على الطريقه دي عشان دي الاساس بتاعنا، يعني دي مش هشرحها تاني بعد كده لان خلاص فهمنا، ماشي؟ دي هتطبق على بقيه السلالم. يبقى الكورد السلم بتاعي قضي، قلنا الجدر بتاعه بشوفه النغمه بتاعته ايه، وهل ميجر ولا ماينر. هنا قلنا دو ميجر مثالي، ماشي كده كده خلاص جبناه، او الجدر المستوى الاول. المستوى التاني قلنا ثلاث كوردات، نجيبهم ازاي ثلاث كوردات دول اساسيات، كوردات اساسيه في السلم. قال لي في طريقتين، اول طريقه باخد النغمه الاولى يبقى ده اول كورد، باخد النغمه الرابعه يبقى ده تاني كورد، باخد النغمه الخامسه يبقى ده تالت كورد. على سبيل المثال في الدو يبقى دو فا سول، كورد الدو ميجور، كورد الفا ميجور، كورد السول ميجور. طيب قال لك في طريقه تانية، قال لك من الدو او اول نغمه يعني كانت تمشي 2 ونص، الكلام ده ينطبق على بيت التلالم. قال لك امشي 2 ونص من الدو، نمشي من الدو 2 ونص فعلا هيطلع لنا فا، قال لك امشي واحد بعد كده درجه هيطلع لنا سول، يبقى مظبوط، يبقى برضه نفس الطريقة هي هي، جبناها بس بطريقة تانية. مش خلاص كده جبنا تلات كوردات، أنا كده دلوقتي عرفت إن كورد أو سلم الدو ميجور طالع منه تلات كوردات، إيه هما؟ كورد الدو ميجور، كورد الفا ميجور، كورد السول ميجور. أجيب نغماتهم إزاي؟ ننقل المستوى التالت، المستوى اللي بعد كده، الفروع اللي بعد كده، كل كورد طالع منه تلات فروع بتلات نغمات، كل كورد طالع منه تلات فروع بتلات نغمات، ده المستوى التاني. يبقى أول حاجة الجدر السلم طالع منه تلات فروع اللي هما تلات كوردات، وكل كورد او فرع من الكورد طالع منه تلات نغمات، ده المستوى التالت، تري فيو ليفل 3. طيب التلات نغمات دول بقى اجيبهم ازاي؟ لكل كورد، كل كورد من دول جواه تلات نغمات، كل كورد من دول جواه تلات نغمات، اجيبهم ازاي؟ اجيبهم ازاي؟ ليهم برضو طريقتين، ليهم برضو طريقتين. الطريقة الأولى قال لك خد النغمة الأولى مكان ما أنت بادئ، والتالتة والخمسة، أو تالتة النغمة وخمسة النغمة عشان ما نتلخبطش، هنشوف ده عملي، هنشوف ده عملي. يعني خد التالتة اللي يعني النغمة بتاعتك، يعني كورد دو ميجور، هنشوف ده ماشي. دو ميجور نغماته إيه؟ نغمات السلم نفسه، دو ري مي فا صول لا سي دو. قال لك ماشي، أنت بادئ لي من إيه؟
كورد الدو ميجور اكيد هيبدا باول نغمه اللي هي نغمه الدو. طب التالته بقى بعده التانيه اللي هي الري، التالته يبقى مي، يبقى انا كده هاخد المي يبقى دو مي، والخمسه اللي هي الصول. يبقى نغمات الكورد الدو ميجور هي دو مي صول، دو مي صول، النغمه الاولى والثالثه والخامسه، او الاولى وثالثه النغمه وخامسه النغمه. ليه بقول ثالثتهم وخامستهم؟ عشان هنيجي للموضوع ده كمان شويه في الكورد الثاني، فركز معايا قوي، ركز معايا قوي. يبقى كده خلاص قلنا النغمه الاولى والثالثه والخامسه، او ثالثه النغمه وخامستها، يبقى كده داني شكل الكورد او نغماته. طب ايه الطريقه الثانيه يا عم الحاج؟ ايه الطريقه الثانيه يا عم الحاج؟ قال لك ببساطه مطلقه امشي من اول نغمه اللي هي الدو، امشي من عندها درجتين كاملين، درجتين كاملتين. هنمشي من الدو درجتين هيبقى مي، من الدو ري ادي درجه، من ري مي ادي درجه ثانيه. امشي درجتين كامل يعني الدرجتين على بعضهم هيدي لك النغمه الثانيه في الكورد. امشي بعد كده درجه ونص، درجه ونص يعني تلات انصاص، قال لك هيدي لك النغمه الثالثه في الكورد اللي هي هنا الصول. لو مشيت من المي فعلا تلات انصاص او درجه ونص، ما درجه ونص يعني تلات انصاص، هي هدي لك الصول. يبقى كده طريقتين، هنرجع تاني على طريقتين اللي بنجيب بيهم الكورد او نغمات الكورد، بنجيب بيهم نغمات الكورد. اول حاجه باخد النغمه الاولى وتلتتها وخمستها، او بمشي من عندها درجتين وبعدين درجه ونص، يبقى انا كده جبت نغمات الكورد. الابعاد دي تتحفظ عشان ده الاساس بتاعنا، الابعاد دي تتحفظ عشان ده الاساس بتاعنا، لان يعني في ناس محترفين تيجي تقول له الكورد يقول لك ايه الكورد كده نغمته كده كده، تيجي تكلمه في ابعاد يقول لك الابعاد ثانيه واحده احسبها لك. هو محترف، هو بيلعب باحتراف فاهم الكورد يعني حافظهم ايده على الكيبورد على طول، ف يعني لكن فممكن في بعض الاحيان يقول لك لا ثانيه واحده بقى مع كثره الاعداد الكورديات يقول لك ثانيه واحده احسب لك الابعاد، فانت لازم تكون حافظ الكلام ده لان ده اساسك في البدايه، ده اساسك في البدايه. طيب ماشي، تعالوا نشوف بقى الكورد ده نجيبه ازاي. احنا قلنا خلاص نغماته بقت دو مي سول، دو مي سول. تعالوا نسمعه كده على الاول على البيشو البيانو، ادي دو، ده كنت انا كنت بلعب عليه من شويه اول ما بدانا لما كنت بشرح الهارمونيات، هو ده الدو مي سول، دو مي سول، ده كورد الدو مي سول. طب اجيبه على الجيتار ازاي بقى؟ هجيبه على الجيتار ازاي؟ ركز معايا قوي قوي قوي، شوف ثلاثة قوي اهو ماشي، الموضوع مهم قوي وعايزين ان احنا يعني نركز فيه. اول حاجة انا عندي انا ست اوتار، الست اوتار دول عايز العب عليهم كلهم مرة واحدة بشرط ان ما يدينيش اي نغمة غير الدو والمي والصول. ازاي ازاي سحر ده يا عم الحاج؟ اقول لك لا مش سحر. طب ازاي نطبقها؟ هقول لك هجي لك حالا، بس مطلوب من ايدك اليمين، احنا دلوقتي عشان تلعب كوردات لازم ايدك الشمال تتدرب على شكل الكورد وايدك اليمين تتدرب على الريتم. دلوقتي ايدك اليمين انا مش عايز منها حاجه، ايدك اليمين مش عايز منها حاجه، وارجوك ما تحاولش تجيب اي ارتام بايدك اليمين. ليه؟ ليه؟ لان انا غلطت نفس الغلطه، ايدك هتتعود على شكل معين من اللعب غير صحيح، فبعد كده لما تيجي تغيره مش هتعرف. تمام؟ زي فكره الكتابه، عارفين الكتابه اللي بيكتب على الكمبيوتر بكل صوابعه مش ثابته في مكان محدد، وفي اللي بيكتب صوابعه ثابته على الكومنت وشيب بيكتب اسرع طبعا، فهي نفس الفكره. انا كنت بشتغل من دماغي فعشان كده ده خلى ايدي تاخد على شكل لعب، هقول لكم الكلام ده في وقتها لما نيجي ندرب على ايدي اليمين، بس الموضوع مهم جدا صدقوني مش كلام وخلاص، يعني عايز اجرب على بسيط، انما هتاخد ايدك على شكل ده مش هتعرف تغيره بعد كده صدقني، عشان ما حدش يجي يقول انت ما قلتلناش. لا اديني بقول لك ايدك اليمين تستناني عشان هنشوف ازاي ندربها بشكل مظبوط، عشان الموضوع مش عشوائي، عشان لو لعبت عشوائي ما تجيش بعد كده بقى تقول انا مش عارف اغير شكل ايدي ومش عارف ايدي بتتحرك خلاص انت حر، عايز تستنى استنى، عايز بقى انت تجرب مع نفسك، انا مش مسؤول. طيب انا نفسي وقعت في المشكله دي، انا بقولها لك وانا وقعت فيها، عشان كده بقولها لك وانا قلقان. اللي مطلوب منك ان انت في ايدك اليمين بظهر يعني صباعك السبابه اللي هو بضفر صباع ايدك، ضفر صباع ايدك تمام، ده بتاع السبابه هو ده اللي بتلعب بيه، بتسحب بيه من اعلى الوتر، اعلى وتر اللي هو المي الغليظه، لاسفل الوتر اللي هو المي الحاده بضفر صباع ايدك او بالريشه. بدا بدا اسمع كده، انا دلوقتي بالضفر اهو بقبض في اول وتر بقوم ساحب،
مبدئيا ده اسمه رول، ده اسمه رول، برول للأوتار، برول للأوتار، تمام؟ بصباع السبابة بسحب من أعلى لأسفل، تمام؟ طيب دلوقتي خلاص ده اللي مطلوب منك في ايدك اليمين بس، مش مطلوب منك اكتر حاجه من كده، مش مطلوب منك اكتر اي حاجه يعني اكتر من كده. ومن فضلك ما تستخدمش الابهام دلوقتي، مش لو استخدمته انا عارف ان انت هتستخدمه بشكل خاطئ جدا، وده انا بتكلم فيه. بس استخدم السبابه بس بظهر صباع ايدك، وهعلمك اغنيه فير شاك بشكل بسيط خالص في نهايه المحاضره دي تلعبها كوردات. طيب ماشي خلاص، احنا كده عرفنا ان انا هلعب بس كده لحد ما نشوف هنعمل ايه. طيب قول لي بقى يا عم الحاج، اذا اجيب كورد الدو ميجور على السلم دلوقتي انا عايزك تركز معايا عشان هنضغط كذا صباع في نفس ذات الوقت على كذا وتر وكذا في ريتات مختلفه. انا عايز تركيز عليه قوي 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 يعني قوي. اول وتر تعال نشوف كده من فوق ايه هو. اسف، المي، المي معايا ولا مش معايا في كورد الدو ميجور؟ معايا. يبقى الوتر ده هيبقى حر، مش هلا ادوس عليه على اي حاجه، حر مع نفسه. الوتر اللي تحته لا، معايا ولا مش معايا؟ مش معايا، مش معايا. انا كوردي دو مي سول، يبقى ده لازم اخليه اقرب حاجه للنغمات اللي معايا. تعالوا كده نشوف اقرب حاجه دي ايه. هو كده لا، لا دييز، سي، دو. يبقى دو اهو معايا، دو اهو معايا، دو اهو معايا. هضغط عليه بالخنثر، هضغط على عليه بالخنثر، بطباع الخنثر في البريت الثالث، الخنثر اهو. يبقى كده عندي بقى مي ودو، ضغط عليه بالخنثر بصباع تالت ومثبت صباعي. اللي بعده الري، معايا ولا مش معايا؟ مش معايا الري، مش معايا. انا عايز يا دو يا مي وصل. اول اشوف اقرب حاجه ليها ايه معايا. اول حاجه ري دياز، تاني حاجه مي، هي المي اللي انا عايزها لان المي معايا، فانا كده هضغط على المي اهو مي. يبقى كده بقى عندي المي الاولانيه اللي فوق حره، اللي تحته الله ضاغط على الفريت الثالث بالخنثر، اللي بعده الري ضاغط على الفريت الثاني بالوسطى، بصباع الوسطى ضاغط على الفريت الثاني بصباع الوسطى. بعدين اللي بعده سول، معايا حر، ما انا معايا دو مي سول، يبقى ده حر مش هضغط على حاجه. اللي بعده سي، معايا سي، لا مش معايا. اقرب حاجه ليها ايدو، بضغط عليها بالسبابه في الفريت الاول بالسبابه اهو، بقى دو. بعدين مي، المي اللي بعدها حره، المي اللي بعدها حر اهو. اسمع كده كورد، تمام؟ ده كورد دو ميجر. تاني هراجع ليه، قلت ان نغماته دو مي سول، عايز اجيبه على الجيتار، لازم اخلي ست اوتار دول ما يطلعش منهم اصوات غير الدو والمي والسول حتى بالكورد اللي معايا، تمام؟ الدو قلنا نجيبه بقى دو مي سول، دول نجيبهم ازاي على ست اوتار؟ قلنا نمسك وتر وتر، اول وتر المي حر معايا، اللي تحته اللا مش معايا، فلازم اجيب اقرب حاجه للكورد اللي معايا اللي هي الدو، ضغطت عليه بالخنثر بالخنثر في الفريت الثالث بقى دو. ماشي، اللي بعده ري، معايا لا مش معايا، خليها مي بالصباع الوسطى في الفريت الثاني. وبعدين السول حر، وبعدين السي هخليها دو بالسبابه، وبعدين المي اللي بعدها حره. يبقى ده كده صوت الكورد. تمام، ده كده الدو ميجور. جبنا على الجيتار، ابدا العب عليه بقى لحد ما تدرب شكل ايدك عليه، تمام؟ المفروض ايدك تتحرك بعد التدريب، صوابعك بقى تتحرك لوحدها، لان احنا ننقل من كوردات لكوردات تانية، احنا مش هنفضل على الكورد ده على طول، بنغير الكوردات ماشي، زي ما هتشوف مع الوقت. فلازم ايدك تتدرب بشكل ان هي تحفظ الاماكن بتاعه الكوردات، تمام؟ طيب نيجي بعد كده الكورد اللي بعده، الكورد اللي بعده كورد الفا ميجور. تعال نجيب نغماته. قلنا النغمه الاولى اللي هي كورد الفا ميجور، يبقى اكيد معانا نغمه الفا، هيبدا من الفا. تلتتها، تلتت الفا مش تلتت السلم، عشان تلتت السلم حد يقول لي مي، لا انا بقول تلتت النغمه. يعني ايه تلتت النغمه؟ تفرق، تلتت النغمه يعني فا دي الاولى، الثانيه بتاعتها تبقى سول، الثالثه تبقى لا. فهمت اقصد ايه من تلتت النغمه مش تلتة السلم؟ لان تلتة السلم حد هيقول لي دو مي دو ري مي، يبقى تلتة بتاعت السلم مي، لا مش تلتة السلم. في لما بجيب نغمات الكورد تلتة النغمة،
تلتة النغمة. يعني أنا هنا بادئ من الفا، يبقى هسيب الصول وأمسك اللا، يبقى كده معايا فا ولا، اللي هي الأولى وتلتتها، الفا اللي هي أول نغمة اللي هي اسم الكرد، وتلتتها اللي هي اللا. فهمني، تلتة النغمة مش تلتة الكرد، عشان أو تلتة السلم. فالتلتة هنا هي اللا، تمام. طيب الخمسة بقى، خمسة النغمة، خمسة النغمة هقول لك امشي معايا. السي لأ، يبقى دو، يبقى دو، يبقى كده نغمته بقت فا لا دو، فا لا دو، ده نغمة الفا مش تمام. تاني مراجعة سريعة، جبناه ازاي؟ قلنا أول يعني اسم الكورد طبعا بيكون معنا أول نغمة، فا ميجور يبقى معنا فا. تالتتها هعدي الفا بعديها ايه؟ سول. لأ مش هاخدها، دي التانية، تانية النغمة بعديها ايه؟ لا، هاخد اللا دي معايا، دي التالتة بتاعت النغمة، يبقى كده معايا فا ولا. هسيب السي واخد الدو، وكده بقى الخمسة بتاعتي معايا اللي هي الدو، يبقى كده فا لا دو. أو من الفا أمشي اتنين يديني لا، همشي واحد ونص يديني دو، هي هي تمام، نفس الطريقة بتاعت الكورد اللي فات، هي نفس الطريقة بقدر أجيب بيها الكوردات المشفى. طيب دلوقتي احنا قلنا فا لا دو، تعالوا نسمعه كده على على البيانو. تنقيل الكوردات، تمام. انا نقل بين كورد والتاني، ما بقاش ثابت على كورد. هنا الفا سمعته وسمعت لك ازاي نقلت على الدو ورجعت تاني على الفا. بعد كده نغمات الفا هي فا لا دو، نجيبها ده على الجيتار، نجيبها ده على الجيتار. طيب الجيتار او الوتر من فوق سيبك منه خالص، على فكره في كذا طريقه تلعب بيها الكورد، بس احنا بادئين مع بعض واحده واحده، عشان عارف في ناس ممكن تكون محترفه بتسمعنا، ف احنا بادئين واحده واحده، مش طالعين نتفادلك يعني، فواحده واحده على نفسنا. اول حاجه الوتر الاولاني من فوق هسيبه خالص، الوتر هم سته، الوتر الخامس ده مش يعني سادس قصدي مش هلعب عليه، هسيبه، هسيب الوتر السادس اللي من فوق ده، مش هاجي جنبه، انه اصلا المفروض اضغط على اول فريت هو مي، عايز اخليه فا يبقى اضغط على اول فريت، بس انا محتاج الاربع صوابع بتوعي في اماكن تانيه، انه كورد رخم شويه ماشي. فهجيب منين صباع خامس؟ هجيب منين صباع خامس؟ حد يقول لي الابهام، هقول لك والله اجرب، عرفت تلعبه عرفت، ما عرفتش يبقى تسمع الكلام وتسيبك من الوتر اللي فوق ده خالص، انساه دلوقتي، هنجيله بعدين ماشي. بس مبدئيا انسى الوتر، اعتبر ان الجيتار بتاعك بخمس اوتار، تجنبه وانت بتلعب بايدك اليمين، طيب لانه هيبقى نشاز. اللي تحته ايه؟ لا معايا ولا مش معايا؟ معايا، معايا ليه؟ معايا لانه هو كوردات او نغمات الكورد فا لا دو، فا لا دو، فا لا دو، يبقى معايا لا. اللي تحته بقى ري، معايا ولا مش معايا؟ مش معايا. اقرب حاجه ليه ايه؟ تعالوا نشوف، ري ري ديز مي فا، يبقى فا. هلعب عليها ازاي؟ قال لك بص بقى يا سيدي، قال لك بص يا سيدي، هنا في طريقتين تقدر تحط صوابعك عليها. انا هقول لك الطريقه الاصعب وبعدين هقول لك الطريقه الاسهل. الطريقه الاصعب ان انت تلعب بال قول معايا بالصباع البنسر، بالبنسر تحطه على الفريت التالت اهو، ده البنسر صباع البنسر، تحتيه بقى السول، السول دي معايا لا مش معايا، عايز اخليها ايه؟ سول دي لا، اخليها لا، لا يبقى بالبنسر. طيب ماشي، تحتيها الوتر اللي تحته السي معايا لا مش معايا، اقرب حاجه دي ايدو، يبقى هضغط عليه بالوسطى دو، ثانية واحدة اهو دو ناتف، تحتيها المي معايا لا مش معايا، خليها فاب اول فريت بالسبابة، ده كده صوت
طيب هراجع عليه، بس على فكره انا مش بلعبه بشكل جيد بالطريقه دي، لان بلعبه بطريقه تانية هقول لك عليها دلوقتي، بس انا قلت لك على الطريقتين من باب الامان. فهقول لك الطريقه التانية اللي انا بلعبه بيها بشكل ابطا. المي سيبك من الوتر اللي فوق ده، هنسيبنا منه خالص. الله معايا. الري هضغط على الفريت الثالث بتاعه فا، بس بالبنسر تحتيها السول، محتاج الفريت الثاني بالخنصر. بالخنصر ثانية واحدة معلش اسف، زي ما قلت لكم ان انا ما بلعبش بالصباع الصغير ده عشان بيتعبني بصراحة، انا عندي مشكلة في الصباع الصغير. انت طيب هون اها وتحته السي، عايزها دو يبقى هضغط عليها بصباع الوسطى. وتحتيها المي هخليها فا بصباع السباب. اي السباب ده الفا، ده الفا. ماشي. طريقة تانية بقى الاسهل، طريقة تانية الاسهل هقولك عليها. المي هنسيبه برضو الله معانا. هنا الري هخليها فا برضو بس بصباع الخنصر، بالخنصر مش بالبنصر، بالخنصر. تحتيها الصول هخليها لا برضو بس بالوسطى. والسبابة هضغط على وترين مع بعض بالعقلة مش بالأنمولة، بالعقلة هضغط على، لأن هما أول فريت، أول فريت من الوترين اللي تحت. أول فريت بيديني الدو في الوتر السي، وأول فريت من المي بيديني فا، هضغط عليهم مع بعض بصباع السبابة بصباع واحد. كده بعرف اجيب وقتها، يعني ريحت صباعي البنسر الصغنطط خالص. فلعبته بثلاث اصابع بس، في صباع منهم اللي هو سبابه ضغطت على فرتين مع بعض اللي هم في الوترين اللي تحت، اول فرت فيهم ضغطت عليهم بالسبابه اهو تمام، واللي فوقيه بالوسطى، واللي فوقيه بال اسمه ايه ده بالخنصر. فده صوت الكره. ده كده الفا، ده كده الفا. ولو طريقه ثانيه برضو للعب هنبقى نجيلها بعدين، غير ده كمان، غير دي وغير دي، في طريقه ثالثه كمان بس صعبه بقى، يعني صعبه قوي، حاجه بقى يعني اسمها كوردات البار، هنجيلها بعدين. طيب ده كده الفا ماشي. اللي بعده السول، السول نمشي من اول السول، يبقى السول لا سي، يبقى تلتته سي، تلتته بناء على سلم سي، تالتة النغمة هنا سي، يبقى معايا سول وسي. ماشي. السي دو ري، يبقى خمسته ري، يبقى معايا كده سول سي ري. تعالوا كده اسمعوا على البيانو. ده كورد السول. طيب نجيبه ده على جيتار، سهل سهل ان احنا نجيبه على جيتار. اول وتر مي، معايا ولا مش معايا؟ لا مش معايا. طيب اقرب حاجه ليه ايه؟ اقرب حاجه ليه ايه؟ اقرب حاجه ليه فا ودي سول. سول هضغط على سول بصباع الوسطى، هضغط على سول بصباع الوسطى، ركزين معايا بصباع ايه الوسطى، بالوسطى على السول. بعديها لا معايا، لا مش معايا، هخليها سي بصباع السبابة في فريت التاني، سبابة في فريت التاني. بعديها ري معايا اه معايا، سول معايا اه معايا، سي معايا اه معايا. تحت المي هخليها ده اللي فوق بصباع الخنصر، هضغط على الفريت التالت عشان تبقى سول. يبقى كده ده صوت الكورد. تاني هرجع عليه، يبقى نغماته سول سي ري. اول وتر المي هضغط على الفريت الثالث بالوسطى عشان يديني سول. اللي بعده اللا هضغط على الفريت الثاني بالسبابة عشان يديني سي. بعدين الثلاث اوتار اللي تحت بعض دول اللي هم الري والسول والسي معايا حرين. بعدين المي اللي تحت هضغط عليها بصباع الخنصر عشان يديني سول زي اللي فوق.
كده الصوت كده. جبنا الثلاث كوردات بتوع الميجر، الدو ميجر فا ميجر سول ميجر. طيب هرجع على الميجر كده بشكل سريع عشان ندخل على الماينر، بعديها نتعلم اغنيه فريد جاك، وبعد كده خلاص هننهي المحاضره بتاعتنا. طيب اول حاجه احنا قلنا الجدر بتاعي او يعني اساس الشجره حاجتين، الميجر او ماينر والنغمه بتاعته. قلنا هنا الدو ميجر على سبيل المثال، جبت ان هو ميجر ولا ماينر؟ لا ميجر. النغمه دو ولا ري ولا مي؟ هنا دو، يبقى خلاص دو ميجر. طلع منه ثلاث فروع اللي هم ثلاث كوردات، اجيبهم منين؟ ليهم طريقتين، اما النغمه الاولى والرابعه والخامسه من السلم، يعني دو ميجر هيبقى دو ري مي فا سول، يبقى معايا كورد الدو كورد الفا كورد السول، النغمه الاولى والرابعه والخامسه من السلم. او الطريقه الثانيه ان انا امشي من الدو 2.5 يديني فا، همشي واحد يديني سول، دي طريقه ثانيه. جيت كده جبت الكوردات بتاعه الدو ميجر، اروح بقى للمستوى اللي بعد كده، اجيب نغمات كل كورد على حده، نغمات كل كورد على حده. اول كورد الدو ميجر، قلت له ازاي اعمل حاجه اجيب نغماتك؟ قال لي عندي طريقتين، طريقه تجيب لي النغمه الاولى وتلتتها وخمستها، او تمشي من اول نغمه 2 وبعدين 1.5، تمشي من اول نغمه 2 وبعدين 1.5. طيب هنا الدو قال لي دو ري مي، يبقى معايا مي فا سول، يبقى معايا سول، يبقى دو مي سول، يبقى كده نغمات الكورد دو مي سول، جبناها على البيانو وجبناها على الجيتار. طيب الفا ميجر قال لك طريقتين، امشي فا سول لا سي دو، يبقى فا لا دو فا لا دو، تمام. او امشي من الفا 2 يديك لا، امشي 1.5 يديك دو، يبقى فا لا دو. ماشي سول قال لك هات السول، يبقى سول لا سي دو ري، يبقى سول سي ري، ده كورد السول ميجر. او امشي من السول درجتين يديك سي، امشي 1.5 يديك ري، تمام. بس كده كده جبنا على البيانو وجبنا على جيتار. وبالمناسبه الكوردات دي مش بس للجيتار، الكوردات دي بتتلعب بالبيانو وتتلعب بالات، ممكن يعني يمكنها لعب الكوردات، تمام. يعني الكوردات دي حتى في بعض الناس بيحاولوا يجيبوا كوردات بالعود، بس طبعا يعني العود قالتهم ما بحبش الصراحه العود يتلعب بيه كوردات، بحس انه يعني فقد رونقه كده، او ما اعرفش، ما بحبش العود بصراحه بكوردات، يعني انا بختلف عن الناس اللي بتلعب كوردات بالعود او كده. ففي آلات بتلعب كوردات، فالآلات دي من أشهرها الجيتار والبيانو والحاجات دي، والأورج طبعا بما إنه محاكاة للبيانو. ولكن يعني هي النغمات ثابتة، لكن التكنيك بقى بيختلف، التكنيكس بتختلف. يعني طبعا هنا احنا عندنا في الجيتار التكنيكس بتاعت الصوابع بتختلف عن التكنيكس الصوابع بتاعت البيانو، تمام، فالموضوع بيختلف. طيب دلوقتي نروح بقى للماينر، نروح للماينر وبرضه تلات كوردات، ركز معايا. الجدر ميجر ولا ماينر؟ ماينر المرة دي. النغمة بتاعته هبدا من اللا بقى المره دي. ليه من اللا؟ لانه قرين الدو ميجر، لانه قرين الدو ميجر، اللا ماينر اخو او قرين او المدام بتاعه الدو ميجر، تمام. فهبدا هاخد هنا اللا ماينر، هاخد اللا ماينر. ماشي، يبقى انا كده كده جبت الجدع بتاعي، خلصت من اول مستوى اللي هو جدع او جدر الشجره اللي هو ماينر ولا ميجر. هنا ماينر، النغمه بتاعته لا، قشطه. طلع منه ثلاث فروع، اجيبهم ازاي؟ برضو نفس القصه، النغمه الاولى والرابعه والخامسه، او من اول نغمه امشي 2.5 وبعدين 1، نفس الطريقه بتاعه المشر. تعال نجربها نشوف هتنفع معانا ولا لا. الا نغماته احنا قلنا بنمشي 1.5 1 1.5 1 1، يبقى لا سي دو ري مي فا سول لا. حلو قوي. تعال لا، يبقى كده معايا كورد لا ماينر، سلم لا ماينر، يبقى معايا كورد لا ماينر، منطقي. طيب نمشي نشوف النغمه الرابعه بتاعته ايه. لا سي دو ري، يبقى ري، يبقى معايا ري ماينر، يبقى الرابعه بتاعته ري ماينر، ماشي، اللي هو تاني كورد يعني ري ماينر. طيب همشي الخمسه اللي هي مي، يبقى كورد المي ماينر، كورد المي ماينر. بس كده 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 جبت كورداته بمنتهى البساطه. او قال لي امشي من اللا 2.5، من اللا لسي ادي 1، من السي لدو ديز ادي 2، ومن دو ديز ري ادي 2.5، يعني هي هي. او امشي واحد بعد الري يبقى مي، يبقى هي هي. تجيبها بطريقة النغمة الأولى والرابعة والخامسة من نغمات السلم، أو تمشي من أول نغمة 2.5 وبعدين نغمة، أو درجتين ونص وبعدين درجة، تمام. طيب كلام جميل، يبقى كده الكورد خلاص، كده جبت الثلاث فروع الكوردات ببساطة المرة دي اللي هم لا ماينر، عشان خلاص اتعلمت الموضوع، اتعلمت اللعبة يعني، وبعدين ري ماينر وبعدين مي ماينر. بالمناسبة الماينر في منه أنواع، احنا دلوقتي بنتكلم عن ماينر الطبيعي، عشان في ماينرات تانية،
ممكن نتكلم عنها بعدين. في ماينرات تانية ماشي، فالماينر بتاعنا دلوقتي طبيعي خالص ماشي، بس فهو لا ماينر، ري ماينر، مي ماينر، ماشي كده. طيب تعالوا نجيب نغمات اول كورد اللي هو لا ماينر. اجيبه ازاي بقى يا معلم؟ دلوقتي احنا نقلنا للمستوى الثالث الليفل 3. قال لك اول طريقه شبه الميجور، اول طريقه شبه الميجور، الثانيه بتختلف، الثانيه بتختلف. اول طريقه شبه الميجور اللي هي ايه؟ قال لك الاولى والثالثه والخامسه، النغمه ثالثتها خمستها. طيب تعال نشوف. لا لا سي دو ري مي، يبقى كده معايا لا دو مي، لا دو مي ده اللا ماينر، لا دو مي خلاص جبتها اولى وثالثتها وخمستها، ده الميجور. حلو. طب الطريقه الثانيه همشي 2 وبعدين 1 ونص. قال لك لا اعكس بقى، هنا هتمشي 1 ونص وبعدين 2، يعني هي نفس طريقه الميجور تجيب بيها الماينر، كلها متشابهه تماما، الا انه الخطوه دي بس بتختلف، ان انت هنا بدل ما تمشي 2 1 ونص لا بتمشي 1 ونص الاول وبعدين 2 بس. بس هو ده الاختلاف بين الميجور والماينر هنا بالطريقه دي بالذات. تمام، فامشي من الله 1 ونص هديك 2، امشي 2 هديك مي. تمام، فهنا بنمشي 1 ونص وبعدين 2، هو ده الاختلاف بينه وبين ان انا اجيب كورد الميجور بس كده. طيب كده خلاص جبت نغماته اللي هي لا دو مي. تعالوا نسمعه على البيانو ونجيبه على الجيتار. لا دو مي. ده كده اللا ماينر. طيب اجيبه ازاي على الجيتار؟ اول وتر المي معايا ولا مش معايا؟ معايا. الوتر اللي بعده لا معايا ولا مش معايا؟ معايا طبعا. دو لا دو مي معايا لا. اللي بعده ري معايا ولا مش معايا؟ لا مش معايا. هخليها مي بالصباع الوسطى في الفريت التاني، بالصباع الوسطى في الفريت التاني. طيب اللي بعده، اللي بعده هو سول معايا ولا مش معايا؟ لا مش معايا. خليه لا بصباع الخنصر في الفريت التاني، الخنصر في الفريت التاني اهو. طيب اللي بعده سي هخليها ايه؟ دو باول صباع اللي هو السبابه، وبعديها المي حر. اسمع كده الكورد عامل ازاي. ده لا ماينر، ده لا ماينر. يبقى راجع ليه تاني، اول وتر من فوق حر المي، اللا حر، الوتر اللي بعد كده اللي هو الري بضغط عليه بالصباع الوسطى في البريت التاني، بعدين السول بضغط عليه في برضه في البريت التاني بس المره دي بصباع الخنصر، وبعد كده الفريت الاول بضغط عليه بالسبابه في وتر سي عشان يديني دو، وبعد كده المي حر. طيب ده كده اللا ماينر. نجيب الري. الري تعال شوف تلتتها وخمستها، ري مي فا سول لا، يبقى ري فا لا، ري فا لا، ما هي ري مي فا سول لا بس. يبقى تعالوا نسمعه على البيانو. ري فا تجيبه ده على الجيتار. اول وتر من فوق انساه خالص، اول وتر من فوق انساه برضو زي كورد الفاكر، هيبك منه دلوقتي. اللي تحته لا معايا ولا مش معايا؟ معايا. اللي تحته ري معايا ولا مش معايا؟ معايا. اللي تحته سول معايا ولا مش معايا؟ لا مش معايا. هضغط عليه بالوسطى في البريت التاني، وبعدين السي معايا ولا مش معايا؟ لا مش معايا. خليها ري البريت التالت بالخنصر، بعدين المي مش معايا، اضغط عليها بالسبابه في اول بريت يبقى فا. ده كده صوت الكورت. اسمع تمام، ده كده كورد الري. هراجع عليه، المي مش هتبقى خالص،
اللا معايا، الري معايا، الصول هخليها لا بصباع الوسطى، آسف، بصباع الوسطى، بصباع الوسطى، وبعدين السي هخليها ري بصباع الخنثر في الفريت الثالث، وبعدين المي هخليها فا بصباع السبابة في الفريت الأول. ده كده صوت ال. طيب خلاص كده الري ماينر تمام. أروح أجيب المي ماينر. المي ماينر تعال من المي، مي فا صول لا سي، يبقى مي صول سي، أو من المي همشي واحد ونص يبقى صول، همشي اتنين يبقى سي، يبقى مي صول سي، مي صول سي. تعالوا نسمعه، مي ده كده المي. طيب كلام جميل، نجيبه ده على الجيتار. ده كورد ابن حلال قوي، كورد طيب يعني هادي كده وما بيعملش مشاكل، ما بيحتاجش بقى ايه اكتر من صباعين. اه والله اكتر من صباعين ما بيحتاجش. اول وتر المي معايا حر، التاني لا معايا، لا مش معايا، هخليه سي بصباع السبابه في الفريت التاني. هو كده بقى سي، صباع السبابه في الفريت التاني تمام. اللي تحته ري معايا، لا مش معايا، خليها مي بصباع الوسطى في البريت التاني برضه. بعد كده السول معايا، سي معايا، مي معايا، حرين التلاتة اللي تحت حرين، يبقى اللي فوق حر والتلاتة اللي تحت حرين. ده المي. ده كده كورد المي ماينر. نراجع عليه، اول وتر من فوق حر، الوتر اللي تحته اللا بخليه سي بالسبابه في البريت التاني، الوتر اللي تحته اللي هو الري بخليه مي بالوسطى في البريت التاني، بعدين سول حر، سي حر، مي حر، صباعين بس بستخدم فيه صباعين بس. طيب نراجع على الماينر عشان ننهي كلامنا ونشوف بقى اوريه فريد شاك. الماينر بشوف الجدر بتاعه ماينر ولا ميجور، هنا قلت ماينر، النغمه بتاعته لا يبقى لا ماينر، يبقى كده الجدر. ثلاث كوردات بيطلعوا منه، ثلاث فروع المستوى الثاني، بجيبهم ازاي؟ ليهم طريقتين، النغمه الاولى والرابعه والخامسه، اولى يعني بناء على سلم، الاولى بتاع السلم والرابعه بتاع السلم والخامسه بتاع السلم، اللي هو هنا قلنا ان هو لا سي دو ري مي فا سول، قلنا لا، قلنا ان هنا لا ده اول كورد، يبقى معايا كورد لا ماينر، معايا كورد الري ماينر النغمه الرابعه، ومعايا كورد المي ماينر النغمه الخامسه. او من اول نغمه بمشي 2 ونص، هي من اللا 2 ونص بيديني ري ماينر، وبمشي من الري ماينر درجه بيديني المي تمام. فهي هي دي او دي. طيب نيجي للمستوى الثالث ليفل 3، اجيب نغمات الكورد ده. اول كورد اللا ماينر، قال لك النغمه يعني من نغمه الكورد امشي ثالثته وخمسته، لا قلنا سي لا، دو معايا، ري لا، مي معايا، يبقى دو ومي معايا، يبقى لا دو مي، لا دو مي. ده كده كورد لا ماينر. هنا قال لك الطريقه الثانيه، امشي من اللا واحد ونص، مش اتنين زي الميجر، لا 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 لا، امشي واحد ونص من اللا، واحد ونص يديك دو، وبعدين اتنين يديك مي. ماشي كده جبت نغماته، يبقى لا دو مي. اللي بعده الري ماينر، اجيب نغماته ازاي؟ قال لك برضو ري امشي تلتته وخمسته، او تلتة النغمه وخمستها، يبقى ري مي لا فا اه، صول لا لا اه، يبقى ري فالا، ري فالا. ده كورد الري ماينر تمام. او من الري امشي واحد ونص يديك فا، امشي اتنين يديك لا، هي هي. بعد كده قال لك الكورد اللي بعده اسمه المي ماينر، او كورد المي يعني، نجيبه ازاي؟ قال لك من المي تلتته، يبقى مي فا صول معايا، صول لا سي معايا سي، يبقى مي صول سي، مي صول سي. او من المي امشي واحد ونص يديك صول، امشي اتنين يديك سي. بس كده جبنا الكوردات، الست كوردات دول مطلوب منك ان انت تلعبهم بشكل جيد، تفهم احنا جبناهم ازاي، تحفظ الحسابات دي، عشان لسه بقى هنخش نزود نغمات على الكوردات، وهنلعب كوردات ورا بعضها، وهنخش في حوارات كتيره، فمحدش يجي يتلخبط. الست كوردات دول يتحفظوا صم على الجيتار، وتحفظ نغماتهم، وتعرف جبناهم ازاي، لازم الدنيا تبقى عندك واضحه قوي، عشان هنخش بقى في المحاضره الجايه هنبدا نجري، مش هقدر اشرح لك الكوردات كده كورد كورد، مش هنخلص. المحاضره الجايه هنبدا نجري بقى، خلاص انت فهمت اللعبه. فهمت اللعبه. ماشي؟ المرة الجاية هنبدأ بقى نقول أنواع تانية من الكوردات، ونبدأ نشوف
اشكال تانية زي نلعبها على الكوردات او على الجيتار اتف ونشوف الدنيا. ملحوظة قبل ما اخد اغنية فريد جاك، ملحوظة او ملحوظتين. اول ملحوظة ان صباع غالبا غالبا، خلي بالك ان دي مش قاعدة، بس غالبا لو انت بتلعب بكذا صباع، صباع الوسطى بيفضل او بيحب الفريتات العالية بطبيعة الحال، لانه صباع طويل، صباع طويل ماشي، فصباع الوسطى ده اطول صباع في الايد تقريبا، فده بيحب الاماكن العالية، الاماكن المرتفعة، بيحب المي الله اللي فوق، بيحب الاماكن العالية دايما، ده صباع الوسطى. صباع السبابة بيحب الاماكن المنخفضة تمام، خاصة لو في اول فريتة او تاني فريتة بكتير تمام. فالسبابة لان دي اصلا مكانه، ده مكانه مش مكانه سبابة في اول فريت طبيعي لو انا بلعب ميلودي، فالسبابة بيحب الاماكن اللي منخفضة بقدر الامكان وتكون في الفريت الاول تمام. طيب والوسطى بيحب الاماكن المرتفعة، ما عندوش مشكلة يلعب في الفريت التاني او التالت، طيب هو اصلا مكانه الطبيعي تاني بس ما عندوش مشكلة يلعب في التالت برضه. الخنصر او البنصر عادة بيلعبوا في الاماكن البعيدة، لا اللي هي فوق ولا اللي هي تحت، الفريت التالت او الرابع، ده الخنصر والبنصر. ولكل قاعدة شواذ، ولكل قاعدة شواذ. يعني عندك مثلا السبابة تحت في كورد الري ماينر، عندك تحت في كورد الفا ميجور، عندك تحت في كورد اللا ماينر، ولكن عندك فوق في كورد المي ماينر، عندك موجود فوق فوق الوسطى، عشان يعني لو هتلعبه على فكرة، لو هتلعب الوسطى وتحته سبابة لو ده يريح ايدك اوكي مش غلط يعني، بس هو عادة الأفضل السبابة وبعدين الوسطى في المي ماينر، دي نقدر نقول يعني قاعدة شاذة لأن هما صباعين بس اللي بلعب بيهم، إنما عادة عادة الوسطى فوق، سبابة تحت، الخنتر والبنسر التالت والرابع، الفريت التالت والرابع تمام. طيب تمام لحد كده طيب. وطبعا لو حاجات فوق بعضها بيفضل انه الخنصر بيكون اعلى البنسر، لان البنسر قصير، يعني لو حاجتين فوق بعض، لو حاجتين في نفس الفريت بس اوتار مختلفه، يفضل ان الخنصر يكون فوق البنسر لان البنسر اقصر ماشي كده. طيب فدي ملحوظات تساعدك ان انت تلعب الكورتات، ولكن كل مره هنقول الكورد شكله ده على الجيتار، وده يسهل عليك شويه يعني المعلومه دي او الملحوظه دي ممكن تسهل عليك شويه في اللعب، ولكن زي ما قلنا لكل قاعده شواذ. طيب الحاجه اللي بعد كده ملحوظه تانية، ان الحاجات دي مش بس مهمه زي ما قلنا للجيتار وعارفين البيانو، مهمه كمان للمنشدين المحترفين، المحترفين لانه هنقول ده المره الجايه، بس ببساطه اقدر الخص لك الموضوع، انه المنشد المحترف لو عايز يعمل هارموني في صوته بيلعب حاجه شبه الكوردات، بس هنتكلم عنه بالتفصيل انه ممكن يعملها بشكل بكذا طريقه، بس يعني في ادوات بتعمل الكلام ده هنتكلم عنها المره الجايه برضو، ولكن الاحتراف فعلا اللي هو يعمله بصوته، الاحتراف بقى المحترف يعني المنشد، المنشد يعني مش الهدار، المنشد المنشد يعني المفروض ان يكون فاهم مواضيع الكوردات دي وفاهم التعامل مع النغمات، عشان لما يجي يعمل حاجه هارموني في صوته يكون فاهم يتعامل ازاي معاها. هنتكلم عن الموضوع ده مره عشان ما لخبطكوش، بس هو مهم طبعا للمنشدين برضو. اما في بعض الادوات مستخدمه، دي ادوات كلها مستحدثه من بدايه الالفينات والكلام ده، زمان ما كانش موجود الكلام ده، ومع ذلك كان بيبقى فيه فرق انشاد هارموني وحاجات ضخمه جدا زمان، كان حاجه ليها طعم وليها لون، لكن غير الادوات الجاهزه اللي هي بتخلي صوتك اشبه بالانسان الالي او الحاجه الحديد. طبعا لا يعلى عن الصوت الانسان البشري اللي ربنا خلقه طبيعي، فلازم المنشد لو عنده موهبه موسيقيه لازم يتقنها عشان هتفيده، حتى لو مش في المزيكا في الهارموني تفيده تمام. في ناس يعني يعني في ادوات مخصصه برضو للهارمونيات، لكن في ناس تانية بتستخدم البيتش، ودي كارثه، دي كارثه بكل المقاييس. يعني حتى لو عايز تستخدم حاجات اليه استخدم حاجات للهارمونيات ما شبه الهارموني انجن وغيره، ما تروحش تستخدم البيتش. فمع احترامي الشديد للناس اللي بتعمل بيتش على صوتها، ده كلام فارغ، كلام فارغ. حتى لو ودنك انت جايب البيتش بالشكل المظبوط الى حد ما، ده هنتكلم عنه نوعا ما بالتفصيل المره الجايه في المحاضره الثانيه، ولكن البيتش دي حاجه غير محبذه بالمره، ومحدش محترف بيحط بيتش على صوته ابدا عشان يعلي او يوطي النغمه او يعملها هارموني او الى اخره، ايا كان هيوطيها بنسبه قد ايه مش هتفرق، المهم ان البيتش حاجه غير محبذه بالمره للانشاد، كلام فارغ. الانشاد يا اما بصوتك الطبيعي يا اما بادوات مخصصه للهارمونيات، يا ده يا ده، اما البيتش ده كلام فارغ. المره الجايه هنتكلم عنه، عن ازاي المنشدين يستفيدوا من موضوع الكوردات ويكونوا فاهمين على الاقل، عشان لو حد منشد راح يسجل مع حد منشد تاني فاهم، او قاعد في استوديو مع مهندس صوت
او يعني ايا كان، او بيستخدم حاجات يعني لازم يبقى فاهم، لازم على الاقل يبقى فاهم، حتى لو مش متقن الموضوع لازم يكون فاهم موضوع الكوردات. احنا لو بنتكلم في منشدين مختلفين تمام، يعني بدي البدايات اللي المفروض يكونوا عارفينها، لان في حاجات اكتر من كده طبعا، لكن دي البدايات. فاذا كان حد ما يعرفش بدايات الموسيقى ولا بدايات الكوردات هينشد هارموني ازاي بالمنطق يعني تمام. بس فهو انت عايز تنشد، اما تعمل صوتك هارموني طبيعي، يا اما تستخدم ادوات الخاصه بالهارموني. انما البيتش مش معمول عشان حضرتك تنشد بيه، البيتش معمول عشان تغير من نبره صوتك تمام، سواء حاجه دراميه سواء مسلسل سواء مش عارف ايه، حاجه تتطلب ده يعني، لكن ما هوش معمول عشان ينشد بالبيتش. حتى وان كان في ناس بتظبطه يعني بطريقه معينه بحيث ان هو برضه يبقى موازي للهارمونيات، لكن برضه ده كلام غير دقيق بالمره تمام. بس بقى ان شاء الله المره الجايه نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. طيب دلوقتي نتعلم اغنيه فلاش جاك، تعالوا نفتكرها كده. هي دو جيتار. بص يا سيدي، اول هي اربع مواتير وكل مزوره بتتكرر مرتين، مالناش دعوه بالتكرار، احنا لينا دعوه باربع مواتير مختلفين. اول مزوره دو ري مي دو، دو ري مي دو، دو ري مي دو، دي تتلعب ازاي يا معلم؟ تتلعب دو ميجور، دو ري مي دو، دو ري مي دو، مي فا صو. دي تتلعب ايه؟ مي ماينر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اللي جاب المي ماينر هنا عمل حاجه؟ احنا مش قلنا ده ميجور؟ قال لك اه. مفيش لا يمنع، مفيش ما يمنع ان انت تستخدم كوردات الميجور مع الماينر او الماينر مع الميجور، طالما الاثنين اخوات في نفس السلم، طالما الاثنين اخوات في نفس السلم، طالما الميجور ومراته اللي هي الماينر او الماينر وجوزها اللي هو الميجور القرين، ايا كان ايا كان المسمى، طالما سلم بشبهه الماينر تقدر تستعين بكوردات من دال ده والعكس عشان تنوع، عشان تنوع ماشي. فهنا مي فا صول، طبعا ده في شكل بدائي، احنا بنلعب الكوردات بشكل بدائي دلوقتي، شكل اول محاضره للكوردات. مي فا سول، مي فا سول تمام، سول لا، وممكن العبها سول عادي، كورد سول، سول لا سول فا مي دو، سول لا سول فا مي دو، بعدين ارجع اختم بقى بدو اللي بدات منها، يبقى دو ميجور. يلا كده العبوا. دو ري مي دو، دو ري مي دو، مي فا سول، مي فا سول، سول لا سول فا مي دو، سول لا سول فا مي دو، دو سي دو، دو سي دو، وهكذا تمام. بس تلعب لي حضرتك الاربع كوردات دول بنفس الطريقه اللي انا لعبتها كده، وتحاول تعملهم بزمن محدد. اول مره لو مفيش زمن مش مشكله، بس واحده واحده تظبط لي زمن، عشان هنبدا نلعب بعد كده بقى بارتام وحوارات كبيره. ايدك اليمين ما تتقدمهاش بقدر الامكان كتير، وايدك الشمال تضربها لي كويس، عشان ده الاساس بتاع الكوردات بتاعي. اليمين امرها سهل، لو ايد الشمال اتضربت كويس اليمين امرها سهل، انما الشمال هي اللي تهمني دلوقتي. بس ان شاء الله المحاضره الجايه تكون قريبا، واسف جدا انا طولت على حضراتكم، واي استفسار تحت امركم وتحياتي. شكرا لحسن الاستماع والى اللقاء.